توقعت هيئة الأنواء الجوية أن يكون الطقس في المنطقة الوسطى ليوم الجمعة صحوا يتحول تدريجيا إلى غائم جزئي وأحيانا غائم مع هطول زخات مطر تكون رعدية أحيانا، وستكون الأمطار في بعض الأماكن متوسطة الشدة قد يرافقها حالوب، وسيكون طقس المنطقة الشمالية غائم مصحوب بهطول أمطار متوسطة الشدة وأحيانا غزيرة مع حدوث عواصف رعدية وتهطل الثلوج في أماكن متعددة.